موقع تل الصبي الأبيض من المواقع الأثرية الهامة جدا الذي يقع على ضفاف نهر البليخ، وتركز العمل في السنوات السابقة للدكتور والبروفيسور بيتر أكريمانز بالعمل في عدة فترات متلاحقة، منها العصر البرونز الوسيط، العصر الحجر الحديث، والعصر الأشوري الذي أغنى متحف الرقة الأثري بالعديد من المكتشفات الأثرية الهامة، ومنها الرقيمات المسمارية التي استطعنا التعرف من خلالها كونها رسائل اقتصادية وتجارية كانت في الوقت أنذاك. استطعنا أن نتعرف على اسم الحاكم اسمه إيلي إبادة، واسم الوزير أشور إدن، واسم حاكم منطقة السبي الأبيض المعروف باسم تاميتا. هذا الموقع الأثري الهام أعطى دلائل تاريخية وأثرية هامة جدا، ومن أهم المواقع الأثرية في سوريا. طبعا تركز العمل في هذا الموسم في فترة النيوليتيك وفي عصر حلب، يعني من 5900 قبل الميلاد حتى ولغاية مطلع الألف السابع قبل الميلاد. This is a grave of a young woman. She's probably around 25 years old, and the grave dates from the so-called Tell Halaf period. هذا قبر للفتاة ربما تكون في 25 من العمر، وربما يعود إلى 8000 عام، وهو قبر نمطي كأنها نائمة مع وجود أوان جميلة من حولها، وهناك أوان حجرية جميلة وبعض العظام تعود إلى عصر حلف. هذا التل من التلال القديمة وهو محفوظ بشكل جيد وفريد من نوعه. هناك الكثير من القبور في هذه المنطقة، تم الكشف حتى الآن على 20 قبرا، ونتوقع أن يكون هناك المزيد. يوجد مقابر جماعية لأطفال ونساء، وهذه فرصة لاكتشاف موقع قرب منطقة البليخ على نطاق واسع لم يتم التنقيب عنها سابقا. أنا سعيد لوجودي مع مجموعة العمل السورية والطلاب الهولنديين، وهؤلاء العمال يملكون الخبرة الجيدة على اعتبار أن يعملون في الموقع منذ 20 عاما. سنتابع العمل في هذا المجال، وهذا هو الموسم الأول في هذه التلة، ونخطط للمزيد في الموسم القادم. وجدنا بقايا منزل هنا، ونحاول أن نجد جدران المنزل الجديد. هناك العديد من الأدوات والأشياء، وجدنا حراباً وأدوات لصنع الخبز والغرف الصغيرة، وأنا سعيدة جداً وأحب سوريا. وجدنا بقايا جدران ورصيفاً جميلاً، ووجدنا الكثير من الأدوات الحجرية. العمل جميل هنا وأنا سعيدة جداً. بلغ عدد أفراد المجموعة 15 شخصاً وهم طيبون للغاية. هنا دراسة للبنية الكبيرة الموجودة للبناء الذي كان لا يوجد أرصفة فيه ومسطحات لبناء المنازل عليه، وخطة رفع المنزل، والعمل يسير بشكل جيد. صار لي هنا 13 سنة وأعمل، وأنا سعيد جداً لوجودي مع المجموعة.